الجزيرة العربية زاهرة بالتنوع الأحيائي، ولم يبقى من هذه الدلالات على هذه الأمور إلا بعض النقوش الأثرية الصخرية التي وجدت في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. ويعتبر الفهد الصياد من الحيوانات التي وجدت في الجزيرة العربية منذ عهد قديم، ولكنها انقرضت. طبعاً إضافة للنقوش التي وثقت وجود الفهد الصياد، كانت المشاهدات العينية لسكان هذه المناطق رصدت لنا متى آخر مرة شوهد هذا الحيوان بمرأة العين. والدتي رحمها الله مواليد 1347 هجري، عندما كان عمرها تقريبا 12-13 سنة شافت الفهد الصياد، لكن وصف البادي يختلف عن وصف العارفين بأنواع السباع. فتقول يا ولدي أنا شفته ظهر طويل ومرنقط، مرنقط يعني ذو نقط يعني منقط. بالنسبة لي أنا أذكر أبناء خالي كانوا طالعين في رحلة برية على أطراف الحرة، فقالوا أنهم شاهدوا الفهد. لقيت انا بالصيد تهولت من الاثر الغريب اللي معه، شفت ترى الضبع، شفت ترى الذيب، شفت ترى معظم الحيوانات كلها شفت ثانيه. ثور جميل خطا زي ثور الجمرات خطا، حتى ما هو زي البواش اللي مشي كذا، لا يذيب ويعمل مشي يبرك. تقريبا في قرابه عام 1405 هذه كانت اخر مشاهده لفهد الصياد في جزيره العرب وفق الروايات التي توصلنا اليها. الفهد الصياد هو القصة التي لم تروى بعد برغم ضبابية التفاصيل ووهن الذكريات. يمتلئ المكان بصدى أنفاسه وهو يعدو، وكأنها إيذان بظهور قريب طال انتظاره. جدا منها ما هو متحلل بالكامل، منها بقايا عظام وجماجم، ومنها ايضا مؤميات ايضا ما زالت محتفظه نسبه كبيره جدا من الشكل الخارجي لها. المركز طبعا عمل العديد من التحليلات لهذه المومياءات وقدر اعمارها التقديريه الان، ولدى المركز الان ايضا تواصل مع كثير من المعاهد والجامعات في المشاريع المستقبليه في هذا المركز. طيب اهميه هذا الاكتشاف يعني من ايش يكمن؟ انه الفهد العربي كان موجود بس في الجزيره العربيه ولا في اهميه ثانيه اخرى؟ لا، الفهد الصياد طبعا هو موجود في مناطق كثيره جدا، ولكن بحكم انه انقرض من اكثر من 40 سنه، قد لما تتحدث مع احد على انه موجود قد ينفي هذا الامر، بالرغم من وجود كثير من كتب الرحاله وثقت هذا الامر او ايضا التاريخ الشفاهي المنقول عن طريق الحكايات، الا ان وجود مثل هذه المومياءات الماديه أمام العين في منطقة في السعودية يعطي دلالة وثيقة على وجوده في المملكة العربية السعودية. وقدر الآن المومياءات اللي وجدوها من أكثر من 3000 سنة إلى تقريبا 140 سنة موجود. يعني هل هذا ممكن يؤدي إلى اكتشاف حيوانات انقرضت كانت موجودة في السعودية؟ ممكن طبعا. هناك الأسد أيضا انقرض من شمال المملكة كما أثبتوها الرحالة في المنطقة الحدودية بين العراق وبين السعودية، وربما تأتي الأيام القادمة بأشياء مفرحة للمهتمين بالشأن البيئي.